أثار حدوث عدة توقعات أطلقها العالم الفلكي الكويتي الراحل صالح العجيري والذي توفي منذ فترة الكثير من التفاعل، على الرغم من كونها قديمة تجاوزت 17 عاماً، إلا أنها بدأت تتحقق في يومنا الحاضر. هذا ما دفع الكثيرين إلى العودة إلى ما قاله بشكل مفصل. أكثر هذه التوقعات التي سببت الجدل هي توقعه وقوع الحرب العالمية الجديدة، حيث صرح سنة 2005 بأن حربا نووية جديدة ستندلع سنة 2024، وهو ما يربطه الناشطون بالنزاع القائم بين روسيا ومحورها من جهة وأوكرانيا وحلفائها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، والتي قد تتطور إلى صراع نووي في حال تفاقم الأزمة. كما تنبأ العالم الفلكي الكويتي وقتها بحدوث الأزمات على مياه الأنهار ومجاريها، وهذا ما وقع بالفعل مع مصر والسودان بسبب سد النهضة في أثيوبيا، وما يحصل اليوم مع سوريا والعراق بالنسبة لمياه نهري الفرات ودجلة. كما أشار إلى أن سنة 2024 سوف تشهد الكثير من الكوارث والتي ستعيد الإنسان إلى العصور الحجرية، وذلك نتيجة للنمو السكاني الهائل الذي توقع أن يزيد عن 10 مليارات نسمة بحلول سنة 2025. العالم الفلكي الكويتي تنبأ أيضاً بوقوع مجاعات كثيرة سوف تدفع الدول لاستخدام أسلحتها النووية للدفاع عن حقوقها وللحصول على ما تريد، وهذه سينجم عنها أضراراً جسيمة، ومنها غياب أشعة الشمس التي سوف تختفي نتيجة لانتشار الغبار الذري في الجو. هذا ما سيولد ظلاماً دامساً وبرودة شديدة تصل إلى حد التجمد، والتي سوف تجبر العديد من الأشخاص على بتر أطرافهم بسبب نقص جريان الدم فيها، وستميل الأجسام إلى اللون الأزرق من شدة الزمهرير ونقص موارد التدفئة. كما إن تلك الحروب سوف تسبب شحاً كبيراً في الطعام بسبب نقص الزراعة وعدم وجود أراض مهيئة لها في ظل نقص المياه وغياب الشمس، وسوف يضطر الناس لأكل الأعشاب في البرية وشرب الحليب من أثداء الأغنام والأبقار، وسوف تنتشر الوحوش الضارية التي تهاجم البشر الذين لن يجدوا أي وسيلة لإيقافها أو الدفاع عن أنفسهم. لكن العالم نفسه أكد أنه بعد تلك الفترة سوف تعود الأرض إلى سابق عهدها وتظهر الشمس ويعود الاستقرار، ويكمل الناجون حياتهم بشكل طبيعي، ولكن بعد أن تختفي الكثير من المدن والحضارات التي نعرفها اليوم. اشترك في قناة رويش تي في وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد أولاً بأول.